عقدت أمانة حزب مستقبل الوطن بمحافظة أسيوط مؤتمرا جماهيريا في قرية الوسطى بمركز الفتح لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. حضر المؤتمر الجماهيري أمانة المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية وعدد من أهالي المحافظة. هذا وقد أكد الحاضرون على أهمية المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية. كما استعرض المؤتمر أهم الإنجازات التي شهدتها أسيوط خلال سنوات عهد الرئيس السيسي. إن شعب أسيوط يشعر بمسؤوليته، يشعر بمسؤوليته تجاه الدولة، تجاه الوطن، تجاه الرئيس. يعني الشعب الأسيوطي أصبح يدرك الآن الموقف الذي نحن فيه وما قدمه سيادة الرئيس من أشياء تستحق أن نقف اليوم في هذا المؤتمر ونعلن تأييدنا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. إحنا بنؤيد ونؤازر ونبارك ونبايع سيادة الرئيس من أجل مصر ومن أجل استكمال ما بدأه من قوة للجيش المصري ومن مشروعات عملاقة لا نكرر الحديث فيها، فهي لا ينكرها إلا جاحد. فإحنا بنقول إن التصويت للرئيس ده حق علينا كلنا.